طبعا بدايتي كانت في التسعينات، بدايه التسعينات كنت اللاعب العاب قوة في النادي الوكره، مراحل سنيه ناشئين وشبال. ثم في سنه 92 شافني مدير المنتخبات القطريه حاليا الاخ راشد العبد الله، شافني صدفه في المكان، وكنت يعني ايامها صغير السن وكنت يعني طويل، فقال لي ليش ما تلعب لاعب سله؟ قلت له لا ما العب العاب قوه. فقال لي ليش ما تيجي تلعب سله عندنا في نادي الريان؟ بالنسبة للبطولات العالمية كانت كأس العالم الشباب سنة 98 اللي حققت فيه هداف كأس العالم، طبعا ولله الحمد الإنجازات كثيرة سواء كانت المراحل السنية أو الفريق الأول. لو تكلمنا عن الفريق الأول، وصلنا على الفضية الأسياد الأخيرة في اللي كانت في الدوحة، تأهلنا لكأس العالم سنة 2006، حصلنا بطولة الخليج المنتخبات تقريبا 5 مرات والحمد لله. طبعا بعد الحصول الهداف كأس العالم الشباب سنة 99 و 98 شافوني الفرق NBA هناك، فوقعت العقد مع شركة السماسرة، فودوني على أمريكا وكنت أتدرب مع فرق NBA، وشافوني قالوا لي مستواك كويس بس نبيك تلعب في الدوري اللي تحت NBA اللي هو CBA، ولعبت هناك موسم، وطبعا كانت تجربة ناجحة ومفيدة واستفدت منها. Дед Мороз, ты где ходил? Рукавицы рыжие. И когда же ты залил глаза свои бесстыжие? Дедушка Мороз! Ох, блин, весело так! Рукавицы рыжие, и когда же ты залил глаза свои бесстыжие? Дедушка Мороз! Ох, блин, весело так! طبعا الكرة القطرية مثل ما تشوفونه في تطور كل سنة وتطور ملحوظ، وهذا طبعا راجع الاهتمام اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ تميم والرئيس الاتحاد السلة الشيخ سعود بن علي. أكيد يعني الفخر لكل لاعب إنه يكون ضمن نجوم العالم، أحسن 12 لاعب في العالم اختاروني. لعبنا ضد منتخب الأمريكا الجامعات، كانت مباراة في سنة 2000 في إنديانابوليس في أمريكا، وطبعا كانت مباراة كبيرة واستفدت منها كثير يعني خبرة والحمد لله. متزوج و
عندي الولد والبنت سارة كبيرة 3 سنوات عمرها وحامد سنة ونص.